بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسادة المشاهدين، إطلالة جديدة في حال البلد. نعتذر التأخير، احتفالية بنك الخليج يعني أخرتنا قرابة نصف ساعة، إن شاء الله هنعوضها. حوارنا اليوم حيكون حول الدعوة للتطبيع مع إسرائيل التي أطلقها الدكتور يوسف الكودة بالأمس. حيكون في حوار بين الدكتور يوسف ودكتور محمد علي الجزولي. وصل صوتك، حتكون من امتداد الدرجة الثالثة مربع 11. وضيف الصالون اليوم هو الدكتور محمد عثمان السيد، أستاذ الإعلام في جامعة البحرين، وحوار حول الإعلام وحول التجربة الدكتور محمد عثمان السيد. لكن أنا نبدأ مع راشد نبا بأهم أخبار البلد. راشد، مرحب بك. مرحبا بك الأستاذ طاهر حسن التوم، ومرحب بكل مشاهدي برنامج حال البلد اليوم. إليكم موجز أخبار البلد. أهلا بكم. كشف الأمين العام لمركز أبحاث الرعاية والتحصين الفكري بالسودان إبراهيم نورين عن نجاح الحوار والمحاورة مع الموقوفين المتهمين في قضايا الإرهاب والتطرف والغلو، في إقناع 90% منهم بالعدول عن أفكارهم وعودتهم لحياتهم الطبيعية. وقال نورين خلال حديثه بمحاضرة معالجة الانحرافات الفكرية التي نظمت اليوم بجامعة العلوم الطبية بالتعاون مع منتدى النهضة والتواصل الحضاري والاتحاد العام لطلاب ولاية الخرطوم، بأنهم نجحوا في إقناع 90% من الموقوفين من جملة 40 شخصا بالعدول عن أفكارهم، مقرا بفشلهم في إقناع 10% منهم، أي 4 أشخاص منهم، في التخلي عن تلك الأفكار. ونشد نورين جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعدم تقديم المتطرفين للمحكمة قبل محاورتهم مع إمكانية محاكمتهم في حال ارتكابهم لجرائم ترتبط بالحق العام والجنائي، على أن يتم إطلاق سراحهم في حال عدم وجود أدلة في مواجهتهم. أجاز اجتماع مجلس إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية إنشاء قائمة موحدة للأدوية تشمل 1123 صنفا دوائيا. وأمل الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة وكيل وزارة الصحة على توفير تلك الأصناف الدوائية بمشاركة شركاء الصندوق وممثلين في التأمين الصحي، القوات المسلحة، الشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وأكد المجلس في اجتماعه على أهمية استقرار وزيادة الوفرة الدوائية وتنفيذ القانون من أجل ضمان وصول الدواء لجميع المواطنين بالأسعار الموحدة التي يصدرها الصندوق. أصدرت ولاية الخرطوم قرارا يقضي بمنع إقامة أي معسكرات للأجانب بالولاية والبدء في حصر وتسجيل الأجانب بمدن وأحياء الولاية المختلفة، ومنع دخول الأجانب غير الشرعيين عن طريق ضبط المداخل الرئيسية للولاية. وأمل الاجتماع على ضرورة ضبط الوجود الأجنبي الذي عقد اليوم برئاسة مسؤول ملف الوجود الأجنبي معتمد الرئاسة بالولاية الرضي سعيد حامد على البداية الفورية في تحديث بيانات حصر الأجانب في القطاع السكاني بالأحياء عبر اللجان الشعبية والمجتمعية، بالإضافة للقطاع الخاص في الشركات والمؤسسات وقطاع التعليم العالي. كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني الفريق أحمد التهامي عن نية لجنتهم بالتنسيق مع لجنة التشريع والعدل بغرض الدفع بتعديلات على قانون المرور ولائحة المخالفات لتكون أشد ردعا، خاصة فيما يتصل بالحوادث المسببة للموت. واعتبر التهامي في تصريحات صحفية بالمجلس الوطني اليوم العقوبات الحالية بقانون المرور ولائحة المخالفات المرورية ضعيفة طبقا لقوله، مبينا أن المركبات المخصصة بالطرق لا تتجاوز 50%، مطالبا شرطة المرور بشن حملات لحجز السيارات غير المرخصة، مبينا أن قيادة السيارات باستهتار وتجاوز الإشارات الحمراء تعطي انطباعا سيئا عن السودانيين من قبل المستثمرين وزوار الأجانب. وانتقد أيضا وزارة التربية والتعليم العام بسبب تجاهلها تدريس مادة السلامة المرورية وعدم إدراجها في منهجي الصف السادس والسابع أساس، رغم تسليمها كتب جاهزة كلفت طباعتها ملايين الجنيهات. كان هذا كل ما لدينا حتى الآن. هي عودة للأستاذ الطاهر حسن التوم وموضوع جديد من مواضيع حال البلد. إليك أستاذ الطاهر. شكرا راشد. بعد الفاصل دكتور يوسف الكودة ودكتور محمد علي الجزولي في حوار حول الدعوة للتطبيع، ما هي المسوغات، ما هي المبررات، ما هي الأدلة الشرعية والأدلة كذلك السياسية لمثل هذه الدعوة. بعد الفاصل خليكم معنا.